السلام عليكم متابعي قناتي، كي دايرين؟ كنتمنى دائما انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم الجزء الثاني في ايكيا. صورت لكم انا كنمشي لايكيا، كان يعني كنستوحي منها بزاف ديال الافكار، فكنت مشيت صورت فيها يعني، وقسمت الفيديو على جوج لان ما يمكنش ندير الفيديو كله، يعني تقريبا فيه شي ساعه ما يمكنش نديرو كله في يعني في اليوتيوب. فهنايا بغيت نهضر لكم على استغلال المساحات. كيف ما كتشوفوا معايا هما دايرين هنايا كيفاش تفرشوا مساحه ديال 55 متر. فمن الحويجات هنايا اللي عجبوني واللي كنت وريتكم في الفيديو السابق هي ديك ديال الصبيبطات اللي كما كتشوفوا تقريبا ما فيهاش حتى شبر، كتشريو وحده ولا كتشريو جوج وكتلاصقوهم كيف ما كتشوفوا معايا. كيعطيو الشكل انيق مع مرايه الفوق كيف ما كتشوفوا معايا، غير مرايه صغيره الفوق. وهذوك اللي كيتلصقوا حتى هما كيتباعوا، هذوك اللي كيتلصقوا كتعلقوا فيهم مثلا، كتعلقوا فيهم الصاك، كتعلقوا فيهم المونطو مع 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 اون ايطاجير اللي كتكون الفوق غزاله، يعني فكره رائعه وما فيهاش حتى مترو، يعني ميم با ما كاينش مترو، كتجي غزاله الا بغيتوا يعني تخليوا الدخله ديال المنزل ديالكم يعني تأتتوها وتولي واحد الفضاء اللي تاهي زوين وفي نفس الوقت تستغلوه ويعطي منظر زوين. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هاد لابارتومون اللي هما مصاوبين هذه 55 متر، فيها بحال كوزينه كيف ما كتشوفوا معايا، سالا مونجي، يعني كوزينه فيها كل شيء، فيها الفران، فيها ماكينه الصابون، فيها كل شيء، فيها شومبر دونفون كيف ما كتشوفوا معايا. انا اللي كيعجبني انهم عندهم الموبل كيف ما كنقولوا يعني الاثاث الذكي، يعني اللي كتكون العبار ديالو تيكون صغير وما كيستغلش ما كيخرج لك مساحه كبيره. هنا كيف ما كنشوفوا عجبوني هاد لي رونجمون هادو، بحال دابا كتشري هذاك ديال الرونجمون ب كنظن ب 299 درهم، راه كل حاجه تما اولا مع 700 درهم. المهم هادو ديال لي رونجمون اللي كيكونوا يتخشاو، كل وحده ثمنها كاين ديال 30 درهم وكاين ديال كاينين دوك الكبار كنظن دايرين 50 درهم. هنا تاني هذوك الاسيره اللي كنت اولا الناموسيات ديال دو بلاس اللي فيهم الفوق والتحت اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق، فوالا هذا ديال 949 درهم، ما كيجيش شاد المساحه كبيره وكيكون فيه الفوق والتحت، يعني بالنسبه لجوج وليدات كيف ما كتشوفوا بيرو ناموسيه مساحه صغيره بزاف بزاف المساحه. يعني هنايا كاين لو بري ديال الناموسيه ولو بري ديال لي ماتلا. هنايا اون ايطاجير يعني كيعطيكم افكار ديال ديكوراسيون، افكار ديال استغلال المساحات. بالنسبه لي بخير ما كنبقاش عاقل عليهم البنات، لان حتى كنجي للدار عاد كنسجل الصوت فما كنبقاش عاقل على لو بري ديال كل حاجه. المهم راه تما في هذوك لي بوند، في هذوك الوريقات اللي كيكونوا لاصقين، راه كتكون كيكون مكتوب واش لو بري ديال الماطلا ولا لو بري ديال الناموسيه ولا لو بري ديال الزربيه ولا كل شيء. هنا كيف ما كتشوفوا الزربيه ديالي لا 300 درهم، 300 درهم فوالا. هنا هاد الماريو ديالي 4570 درهم، شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو انيق بزاف رائع. حتى بالنسبه للوليدات يعني دوك ملي كيكون فيه البواني مثلا كيقدروا يطنطر كيقدر يتحيد، انا غير كيخشيو يدياتهم ويجبدوا زوين. فيه جوج ديال الجهات وفيه الفوق، يعني عندهم كل شيء. حتى كي كنعاود نذكر حتى الا ما شريتوش مثلا كتاخذوا افكار كيفاش تستغلوا المساحات الضيقه. هنا كتشوفوا نفس لابارتمون ديال 55 متر، هذا هو الحمام ديالها كيف ما كتشوفوا. فوالا هنا كل حاجه وثمنها، وسمحوا لي البنات الا غلطت مثلا في الثمن اولا شي حاجه قلتها ماشي هي هذيك، راه حيت كيكونوا دايرين بزاف ديال لي بري وانا ما كنبقاش عاقله كل حاجه ديال اشنو. هنا دابا راه كل حاجه مثلا الفاز بوحدو، الفوطه بوحدها، لي طاجير بوحدو، الشاشه بوحدها، فكنتلف بعض المرات في لي بري ملي كنكون نركب الصوت كنتلف في لي بري. فانا هنايا غير باش نعطيكم افكار، يعني عجبتني هذه الفكره ديال انهم يفرشوا مثلا المساحه ديال 55 متر او المساحه ديال 25 متر وكيوريو كيفاش تستغليها والنوعيه ديال الاثاث اللي توظفي فيها. فوالا هنا اللي عجبني هو الموب اللي دايرين في هذا في الحمام، يعني الناس اللي عندهم الحمام صغير بزاف واحد الموب عجبتني كتقدروا ديروا وحده اولا جوج كيف ما كتشوفوا معايا، هو هذا كيجي غزال وكيجمع بزاف الحويجات. حتى
بليس هذوك التويشيات كيكونوا معلقين هكا في لي كولور، كديري فيهم الفوطات، كتعلقي فيهم كل شيء. فوالا هنا كتحطي فيه كل شيء، مثلا الدوا، لي برودوي اللي كتستعملوا، الدونتيفريس، فيطات صغار، بابي جيني، كل شيء، وما كاينش هاد المساحه ديال الارض، كيجي رائع. هنا كتدخلوا لبيت النعاس كيف ما كتشوفوا، شامبر شامبر كوشي، فيها ناموسيه، فيها كومودا شوفي، وكلشي العبارات ديالو صغيره باش ما كيجيش مشارجي. داكشي علاش انا كتعجبني ايكيا، لان اولا التصوير فيها سهل، يعني ما كيمنعوكش اولا من التصوير، سيستم اوروبيان كيقولوا هذيك السيده كتصور، واخا ديري في اليوتيوب، خديه لك انتيا، بغيتي تديها للنجار، ماشي بحال ملي كتمشي لبلاصه اخرى ما كيخليكش تصوري. هنايا سيستم كي قلت لكم اوروبيان، كتدخلي كتصوري، ما كاينش كيقول لك علاش هزات التليفون، علاش كتصوري، ولا لا كتصوري على خاطر خاطرك، لانه بالنسبه لهم كلشي كتسمى اشهار غراتوي، يعني اشهار فابور، فما يعني حتى درتيه في اليوتيوب راه بالنسبه لهم اشهار. بلاصه اخرى علاش ما مشيتش ليها؟ لانك تملي كتبغي تصوري ما كيبغيش، مول المحل ما كيفهمكش علاش. فانا بما ان الناس طالبيني على مثلا لي شومبرا كوشي، على على ال على لي صالا مونجي، على كيف يستغل المساحات، على لي رونجمون، فما لقيتش احسن من ايكيا باش اولا تشوفوا لي برودوي، ثانيا تاخذوا افكار. فوالا هنا الماريو كيف ما كتشوفوا، شوفي محطوط حداها الرونجمون، يعني حتى التقسيم كيفاش موظفين الاثاث في يعني في البيت، والبيت غير صغيور، وكيفاش موظفين فيه الاثاث، ففريمون يعني يعني كتستافدوا، كتاخذوا افكار اللي هي زوينه بزاف. فوالا هنا بحال قلت، هنا بحال قلت واحد الصالون صغير فهاديك لابارتمون، كنعاود نذكر ديال 55 متر، واحد الصالون صغير، وكنقول لك كنعاود نذكر انهم لي رونجمون، يعني ملي كيكونوا لي رونجمون ففريمون كيسهلوا عليك، ان ما كتكونش الروينه، وما كيكونش يعني ديزوردر في الدار، كيكون كلشي مجموع، كلشي محطوط في بلاصتو. هنايا هاد بحال بلاكار صغير، وكدايرين فيه هذوك لي بواط دو رونجمون، كيجمعوا فريمون كلشي. هذاك بحال امتي صالون قدامو التلفازه، وديرين لا سالا مونجي، يعني مأتين هاد لابارتمون هذا بواحد الشكل اللي هو غزال. هما انا كنحاول نشد لكم هذا لي زارتيكل ونوضح الفكره، وايضا تشوفوا معايا حتى الاثمنه. فوالا هنا هذيك البلاصه اللي في الكوزينه ديال هاد لابارتمون، عجبني هاد البلاكار اللي ب 1090 درهم كنظن، يعني زوين بزاف، كيجمع كل شيء، تحت منه الماكينه ديال الصابون كيف ما كتشوفوا معايا، اون ايطاجير، يعني دوك لي ايطاجير ولي رونجمون لي بلاكار زوينين بزاف. فوالا هنا هذه اللي كيتخشى في هذاك الشيء ديال المصلوح والشطابه مثلا والاسبيراتور وكل شيء، يعني الرونجمون وهاد لي بلاكار اللي تيكون المساحه ديالهم صغيره، يعني فريمون كيسهلوا الحياه، وكيخليوك تستافدي من لاسباس يعني بواحد الشكل كبير. هنا عجبني غير هاد الديكور، بغيت نوريه لكم الناس اللي انتريسي، بحال دابا عندكم بحال هاد البيت هذا، عجبني هاد التناسق في الالوان، الجهه اللي دايرين فيها البابي بان، الناس اللي كيبغيو ياخذوا افكار، فعجبني هاد التناسق في الالوان، الزرق مع هذاك اللون ديال بحال ديال الياجور، فريمون جا غزال. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا هاد الزرابي هادو، كنحاول نشد لكم الاثمنه ديالهم، سورتو هاد الشكل هذا اللي خارج بلا مود زوين، عجبتني حتى هاد الطبيله حتى هي، يعني شي حاجه اللي خارجه على العاده، اللي ما كتلقايهاش في بلايص اخرين، وبلايص اخرين كنعاود نقول لكم بحال دابا اي محل مشيتي ليه ما غاديش تقدر تصوري فيه على خاطرك، الا الا كنتي داير معاه شي تعاون، اولا مثلا غدوزي مثلا، سينو الا بغيت غير نصور وبهذا ما غاديش نصور لكم بحال هكا اون ديتاي، ونشوفوا الشكيلات معايا. هنايا بغيت نصور بالنسبه للمتابعين اللي قالوا لي على قبل لي سالا مونجي، فهنا بحال دابا هاد السالا مونجي هذه دايره 6395 درهم،
الخشب ديالها رائع رائع بالنسبه لبزاف المتابعات سولوني بغاو لي صالا مونجي شي حاجه انيقه شي حاجه اللي زوينه وكتبان راقيه. شوفوا معايا الشكل هنايا يعني سورتو اللي درتها في شي بلاصه وفيها نفس بحال دابا هاد لا فيترين هادي هذاك لو بوا كيبقى كيبان زوين كي زعما تقريبا من فيرني ما والو كيبان رائع. هادي ب 3995 درهم. هادي كود كور بالنسبه ليا حمقاتني مجموع فيها المعينات كاملين بواحد الشكل اللي انيق ومحطوطه قدامها سالامونجي فريمون غزاله. هنا هاد الطبيلات هادو جابوهم لا نوفيل كوليكسيون اللي جابو يعني شي حاجه اللي داخله جديده زوينه عجبتني الشكل ديالها. وبالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات يعني مبروده من الجناب ما فيهاش دوك القنات الثمن ديالها 1995 درهم. وعندها واحد لتحت انا غنوريه لكم كاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل الدائري المدوره دايره 1695 درهم. شوفوا الشكل ديالها يعني كتستغلوا ديك المساحه لتحت والفوق. فوالا هاد لي بواط رونجمون تا هما هادو الثمن ديالهم 49 درهم كيف ما كتشوفوا هادوك الفوقانيين. كاين هذاك اللي لتحت اللي دايرين بحال الدوم كاين هادو 199 درهم. عندهم اشكال كثيره المهم لي بواط رونجمون سواء بالنسبه للغرف الاطفال ولا بالنسبه هكا للناس هكا الناس الكبار او للبنات او يعني اون جينيرال في البيت كامل يعني كيبداو تقريبا من 25 درهم. انا غير كنوريكم يعني تقريبا الاشكال يعني حاولت ما امكن نصور لكم اكبر قدر من لي زارتيكل. هنا عجبني هاد لونسومبل هذا بحال دابا كتاخذوا هذيك ديال الرونجمون ومعها جوج ب 599 درهم كنظن. غير هي بوحدها دايره 449 ملي كتاخذوها هي وهذوك جوج بحال كيكون عندكم واحد التخفيض. كاينه في اللون الابيض وكاينه في داك اللون اللي كتشوفوا معايا بحال اللون ديال العود. زوين عجبتني هاد لا بروموسيون هادي. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا مثلا عندهم البيبان عندهم مثلا بغاو بيبان ديال لي بلاكار مثلا شوفوا معايا هنا الشكيلات اللي عندهم جميع الاشكال وجميع الالوان. كاين داك اللون ديال العود كاين الكحل كاين الابيض كاين اللي فيها الجاجه بحال دابا الا عندكم بحال دابا بغيت تلصقوا في ان بالكون ولا بغيتوا ديروها في شي فيترينا ولا في شي حاجه عندهم داك الشيء غزال بلا ما تبقى سير النجار صدع مع راسك يدير لك شي حاجه واش تجيك في نفس اللون ولا ما تجيكش. هنا كتجي كتاخذ اللون اللي بغيتي كتلقاه. وحاجه اخرى ما صورتهاش لكم عندهم الصباغه عندهم شكيلات ديال الصباغه داك اللون اللي في لابواط هو اللي كيخرج لك غزاله عندهم الصباغه. هنا تاني لي صالا مونجي اللي سولوني عليهم البنات اللي كيتزادوا هنا راه مفيكسينهم حاولت نجرى من فيكسينهم كنظن حيت الناس كيبقاو يحلوها ويسدوا فكيخافوا على داك لارتيكل انه يخسر يعني سادينها. كاينه في هذاك الشكل الكبير وكاينه في هذا الشكل هذا الدائري كيتزادوا في العبار وملي كيكونوا مثلا الناس غير قلال كتعاود ترجع للحجم الاصلي ديالها. كاين هذا الشكل عاوتاني حتى هما كيتحلوا هذا داير 3895 درهم. هادو اللي كيتحلوا هما اللي كيكونوا طالعين شويه في الثمن. راه كاينين لي صالا مونجي بديل من 900 درهم بلا شاز ديالهم. انا غنوريكم واحد الشكل حيت مشات لي هذيك اللقطه اللي صورت فيها هذيك لا صالا مونجي والكراسه مشات لي المهم تقريبا داير ما وصلش 1000 درهم هي وربعه الكريسيات. وهذه هي اللي قلت لكم كتجر غزاله هذه 6395 درهم كتزاد في الحجم وكتعاود ترجع. والكراسه بيان سور على حساب نتوما كل كرسي والثمن ديالو. كاينه هذه هي في اللون الابيض كنحاول نصورهم لكم يعني فيهم فوق منهم المعينات وداك الشيء باش تاخذوا فكره دايره 2895 درهم. الناس اللي كيكون عندهم مثلا الصالون طويل يقدروا يديروا هذه الفكره هذه اللي صورت لكم دابا انايا كتفرشوا النص ديال الصالون كيف ما كتشوفوا والنص كديروا صالا مونجي يعني فريمون كيجي واحد الشكل زوين وكتجي واحد كتستغلوا يعني المساحه ديال هذيك البلاصه اللي عندكم كتوظفوها جوج ديال المرات يعني ما كتبقاوش البلاصه اللي كتجلسوا فيها هي اللي كتاكلوا فيها. فوالا كيف ما كتشوفوا عجبني هذاك لو ديتاي اللي من اللور كيف ما كتشوفوا هذيك لي طاجير اللي معلقه من اللور اللي متكي عليها الكوس هذاك اللي متكي عليها الفوتوي غزاله جا واحد دو ديتاي زوين كتحطوا فيها الديكورات اللي عندكم اولا الكتوبه اولا كتجي فريمون غزاله.
نفس الشيء بغيت نوريكم هنايا واحد لا صالا مونجي عجباتني، هذه حتى هي فيها الغونجمون. شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، فيها الغونجمون من هاد الجهه، تقدروا تحطوا فيها مثلا الفراش تقدروا فيها، وهذيك الجهه كتتنى باش تولي صغيره الا بغيتوا تحطوها في الكوزينه. كان عندكم الناس اولا نتوما الاسره ديالكم بغيتوا تاكلوا فكتولي كبيره، يعني كيتزاد الحجم ديالها وكتولي كبيره وفيها الغونجمون. هذه هي الطبله اللي قلت لكم ختام السيت ديالهم، دايره 949 درهم بربعه ديال الكريسيات، حتى هي زوينه. انا كنت صورتها ملي مشات لي هذيك اللقطه فخدتها غير من السيت ديالهم. هنا بغيت نوريكم بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا الشكل ديال الكوزينات، شوفوا معايا هنايا الاستغلال ديال المساحه، حتى حاجه ما كتضيع، حتى هذاك اللور هذاك الجنب ديال ديال الكوزينه حتى هو ما كيضيعش. الجلي كيفاش مصاوبينه كيف باش يجي مع لي بلاكار، حيت فيه النوار دايرين بلاكار من هذوك، دايرين ليهم دوك البيبان في يعني في اللون الاسود، جا فريمون ديكور زوين. فوالا هذه هاد الكوزينه فيها 25 عام ديال الضمانه، 25 عام ديال الكارونتي، يعني الا طرات فيها اي حاجه هما اللي كيتكلفوا بها. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، انا عجبوني غير هادشي ديال الغونجمون كيفاش مصاوبينو خطير. فوالا هاد البلاصه اللي كتكون فيها ديك المعالق والفراش، كنحاول نصور لكم اون ديتاي الناس اللي انتريسي. هادي كتحطوا فيها هذوك المقاليل المقراج، الناس اللي كيبغوا البوطاجي يبقى خاوي ما يكون فيه حتى شي حاجه، والتحت داير فيه ديك القوامل اللي تيكونوا كبار. فوالا بلاصه الفران، بلاصه البوطه، غتشوفوا معايا بلاصه ديال، شوفوا هاد البليصه هادي صغيوره هي ما تضيعش فيها، تحط فيها اتاي مثلا السكر لي تيزان العطريه كلشي. هاد البليصه هادي اللي في الغالب النجار حنا عندنا ملي كتصاوبها مثلا، ماشي كلشي نجار، المهم بعض النجار ما كيعرفوش كيفاش يستغلوها لك. شوف هنا هاد الشكل كيفاش مصاوبينها، يعني كيستغلوا اقل مساحه كتستغل، حتى حاجه ما كتضيع. وهنا كيف ما كتشوفوا دائما لي بواط دو رونجمون، اي حاجه ديال الرونجمون هنايا كيف ما كتشوفوا. هنا الثلاجه حتى هي كتكون مغلفه بيان سور باش كتجي الكوزينه يعني ستيل واحد. هنايا كتبقى بلاصه ديال اما دير فيها لا ديكوراسيون، الكتوبه ديال الطابخ. المهم عجبني، عجبتني هاد الكوزينه وقلت ضروري انني نصورها لكم. هنا دي زيتاجير اللي فيهم داك الغابيل ديال الكوزينه، وهنا الجهه الاخرى دوك المجيرات اللي كانوا من بر اللي كاينين من يعني عندها المجيرات من جوج جهات. وقلت لكم كتكبر هذيك الطبله زوينه غزاله. هنا ثاني كوزينه صغيوره عجباتني، هذه ديجا كنت صورتها لكم واحد المره ولكن دائما كتعجبني، لان في موظفين في هذاك الزليج التقليدي اللي كتشوفوا معايا في الوسط كتعجبني. كوزينه صغيوره متيوله يعني بسالا مونجي، ثلاجه، البلاكارات من الفوق، الشكل ديالها زوين. هنا ثاني واحد البروموسيون المقله مع الجميله صغيره وجميله كبيره، دايرين فيهم بروموسيون زوينه، يعني تقريبا كتاخذوهم بشي 600 درهم. كنحاول نوريكم يعني بعض الكوزينات اللي شديت هنايا كيعجبوني انايا بزاف سورتو كيطيحوا عليك افكار، كتكون عندك شي بلاصه خاويه اولا شي بلاصه ما عرفتيش اش ديري فيها، حين دايرين جميع العبارات، الناس اللي عندهم بالكون، الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي عندهم مساحه صغيره، الناس اللي عندهم الكوزينه طويله، الناس اللي عندهم الكوزينه كاري، فهمتي يعني جميع المساحات. قلت لكم كتاخذوا افكار كثيره، يعني الناس اللي ما عارفينش كيفاش يديروا الكوزينه ديالهم من غير هذا الفيديو هذا، سيروا الايكيا كل مره كيبدلوا الديكور، كل مره كيديروا زعما شي حاجه هكا زوينه، تمشيو تاخذوا غير فكره وتطبقوها يعني في المنزل ديالكم. هنا ثاني هادو من الكوزينات اللي عجبوني، شوفوا لا كولور ديال العود كيفاش دايره،
حمقاتني وكيفاش مصاوبين دوك المجيرات. كنعاود هنايا هذوك ديال لونجمون شحال غزالين كيسهلوا عليك في الحقيقه هكا الجميع والكوزينه ديما تبقى مجموعه ومستغلين. اش غنقول لكم سنتيمتر مستغلينه حتى حاجه ما ضيعه. فوالا هنا الفران صورته لكم من الداخل، يعني كنحاول ندوركم بحال نتوما كاينين تما بحال انا عينيكم، كنحاول ما امكن ان اي حاجه اللي تقدر تثير الانتباه ديالكم نصورها لكم. هاد الكوزينه هادي فيها الضمانه 5 سنين ولا عجبني فيها الزليج. شوفوا الزليج كيفاش دايرين ليه، زليج تقليدي مع لا كولور شوكولا جات رائعه. وعجبني هاد الـ هاد الـ هاد هاد الكوان هذا الماكينه ديال الصابون حيت محطوطه بوحدها، دايرين فوق منها الرخامه بلاكار من الجنب وواحد جوج ديال ليزيطاجير غزاله. بغيتي تخدمي فوق منها تخدمي فوق منها، بغيتي تخليها غير محطوط فوق منها ديكور يعني تخليها بحال هكاك. يعني افكار زوينه وغزاله وعمليه. كتاخذوا افكار ديال الالوان، كتاخذوا افكار ديال التناسق كيفاش تناسقوا اللوينات لي ماتيير بيناتهم. هادشي علاش كتعجبني. وكاين التنوع، الا مشيت لشي محل اخر ما غاديش تلقى فيه نفس هاد التنوع اللي كنلقى هنايا. هذا هو الثمن ديال الكوزينه نورمالمون راه ناقصين فيه. ونعاود نذكر انهم كيديروا كريدي. هنا ثاني بالنسبه للناس اللي كيبغوا لي بلاكار، عندهم ثاني لي بلاكار واجدين في الكوزينه. مثلا بغيتوا ديروا بلاكار في الكوزينه في بلاكار في الحمام، عندهم دي بلاكار واجدين. كتشوفوا العبارات اللي بغيتوا وكتجيو وكتهزوهم، كتجيو غير كتهزو كتحطو دغيا كيلصق. شوفوا معايا هنايا لا غام ولا لا كيفاش غنقولوا بحال لا كوليكسيون اللي عندهم ديال 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 لي بلاكار، جميع الاشكال وجميع اللوينات وايضا الاحجام. هنايا هاد لي مابل هادو اللي نقدروا نحطوهم في بيت النعاس، نقدروا نحطوهم في الكوزينه، نقدروا نحطوهم في يعني في هكا مثلا في الصالون. عندهم يعني استعمالات كثيره بزاف بزاف كلهم. هادو في الغالب كيديروا في هادو في لي دريسينغ اولا في الماريوات. يعني عندهم افكار، عندهم افكار وعندهم بزاف ما يدار. فكنتمنى متابعي قناتي ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي تابوناي وفعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم ولا لايك ديالكم وايضا الاقتراحات ديالكم. غنقول لكم بسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي.